كذلك حديث مذكور عن الزهري في الفتن لنعيم بن حماد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينادي تلك السنة مناديان، منادي من السماء ألا إن الأمير فلان، وينادي منادي من الأرض كذب، فيقتتل أنصار الصوت الأسفل حتى أن أصول الشجر لا تخضب دما، وذلك اليوم الذي قال عبد الله بن عمر جيش يسمى البراذع يشقون البراذع فيتخذونها، قال فيومئذ لا يبقى من أنصار ذلك الصوت إلا عدة أهل بدر 310 رجلا، فينصرون ثم ينصرفون إلى صاحبهم فيجدونه ملصقا ظهره إلى الكعبة ترعد فرائصه، يتعوذ بالله من شر ما يدعونه إليه، فيكرهونه على البيعة، ويرجع أنصار الصوت الأسفل إلى الشام فيقولون قاتلنا قوما ما رأينا مثلهم قط وإنما هم شرذمة قليلة. أيضا كما أسفت هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كتابه الفتن بعض الأحاديث الضعيفة المنكرة التي يتفطن لها، فلا ينقل كل ما فيه على أنه صحيح، بل لابد من تتبع أسانيده.